في وتيره متصاعده تتزايد حده الاشتباكات بين حزب الله اللبناني والجيش الاسرائيلي وعلى جبهات مفتوحه لم تنحصر بالمحور الجنوبي للبنان بل اتسع نطاقها الى دمشق وريفها حيث شن الطيران الاسرائيلي غارات على مزارع يستخدمها حزب الله كما قار له مخلفه سته قتلى بينهم سوريون يعملون مع الحزب. وفي الحدود الجنوبيه التي هي محور الاشتباك الاساسي استهدف الجيش الاسرائيلي اهدافا حيويه ومنصات اطلاق فضلا عن مواقع لوجستيه في القرى الحدوديه بالاضافه الى بنى تحتيه لحزب الله الحزب اقر بخسائره خلال نعيه مقتل عدد من عناصره بينهم نجل رئيس كتلته في مجلس النواب اللبناني عباس محمد رعد كما أعلن حزب الله استهداف قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية قرب مدينة صفد ب 48 صاروخا مؤكدا أنه حقق إصابات مباشرة فيها وتبقى عمليات القصف المتبادلة في مسار التصعيد رغم تأكيد طرفي النزاع عدم الرغبة في الدخول بحرب شاملة تكون صدى للحرب على غزة وقد تتسبب بإشعال جميع المنطقة